احمد البداح مره اخرى حياك الله يا هلا ابو تغي. البدح الدروس شاطره مكلفين كنا اوه نفس المدرسه. لا والله انطر يا ما بديت الحين. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. سعيد مره ثانيه في اللقاء هذا حبيبي. عندي بعض التساؤلات عن الاشياء اللي ما تكلمنا فيها في السابق. حلو. تجهيزات المدرسه شنو الاشياء اللي تسوونها؟ شنو تطلعاتكم المستقبليه؟ شنو جايين تسوون؟ وانا سمعت اولسو هم بعد ان انت عندك الحين فرانشايز في قطر. الحمد لله. هذا بعرفه كله بس عطني بسمع. الحمد لله. طيب عشان ابسطها لك بتغي احنا نتكلم عن مواسم. حلو. فمثلا الموسم اللي طاف خلينا نقول 2020 ل 2021 الحمد لله كان انجازات المدرسه مثل ما قلت لك. ابتدينا مع تشل تبارك الرحمن صارت عندي تشكيلتي الخاصه تشل الموسم اللي طاف هذا نتكلم فيه ويعتبرون هاي كواليتي من مختلف البريدات. شلابك الخاصه؟ ها هذه الخاصه؟ هاي شلاب الخاص. حلو جميل. حلو. اي فيعني هذه كانت تعتبر شيء من الانجاز اللي انا انجزته بالمدرسه اختيار الكلاب منهم المالينو هيوغو بوس. إيه يعني هل هذا الشيء ضروري لكل صاحب مدرسه انه يصير عنده كلاب؟ انا هاول الكلاب. انا يعني هذا مو شيء انت تحتاجه. لا ما انا مو احتاج. انا احب الكلاب. انا هذه مشكلتها يعني يطلعون بي يفز القلب. كل ما اشوف فزت القلب لا حول ولا قوه. حلو. فالحمد لله الموسم اللي طاف كان عندنا مثل ما قلت لك تشكيلة الكلاب اللي صارت الكلاب الخاصة للمدرسة تعتبر تشكيلة تبارك الرحمن ممتازة. انتجنا انتاج يعتبر هاي كواليتي. نفس الوقت الحمد لله سويت له غنيتين خاصين حق المدرسة في غنية فيديو كليب بروفيشنال سويناه ويا بوبلال. هذا من ناحية البراندنج الحين قاعد تكلم. البراندنج خلينا نقول. حلو. بيبي الخضر صورت عندي برنامج واحد من برامجها نزل. لاحظت انت ما شاء الله وايد مشاهير يجون عندك. ومشاهير تبارك الرحمن يعني نخبة من المشاهير يونا على يعني من اخر مشاهير تو اسبوع طاف ببراك اخوي عبد المحسن الكوت اختي بيبي عبد المحسن عسى الله يلبسها توب الصحة والعافية والله ضايق خلقنا عليها تعبان. اخوي نواف الرفاعي موديل زيزي شيخ بشاير الصباح اخوي عمر الخلف عبد الرحمن بداح المصور ولد عمي. حلو. مجموعه والله من فنان حياه الفهد كانت تزورنا ما شاء الله. يعني الحمد لله في مجموعه كبراندنج شيء يعني سهل علينا الامور. حلو. هالموسم داشين ان شاء الله بدخله جديده مثل ما قلت بالبدايه كسالفه الفرنشايز هذه خذيناها بجديه لله الحمد. دش ويانا تبارك الرحمن يعني مستثمر يعتبر من قطر خذ على تشكيله من الكلاب. الحين تشكيله جديده تغيرت بالمدرسه يعني هل يعني اسم الاكس دوك سكول راح يكون في قطر؟ بقطر باذن الله ان شاء الله الحمد لله وقريب ان شاء الله ولا حلال هنا اساسا بالكويت. حلو. وان شاء الله اي شيء راح تلقونه بقطر وفي ترى الحمد لله. انا اقول لك شغله ابو تغي شعبيتنا كمدرسه برا الكويت او خلينا نقول تقبل الناس لانجازنا وشغلنا مقدرين اكثر من ربنا بالكويت. الكويتين شوي يعني يبي لهم وقت يعني اسوي شيء حلو بس صعب انه يتكلم. حلو ما ادري شلون اشرحها لك بس بالعكس يعني من العراق عندك من السعوديه. حلو. مصر لا تسولف مصر تبارك الرحمن يعني يعطونك طاقه بالتعليقات هيك في التعليقات انا ما ابي شيء ثاني. جميل. مو ولا التعليق يكفي يعني شلون اقول لك ما ادري شلون اشرحها بس انزين انا عندي سؤال هل السوشيال ميديا اليوم قامت تلعب دور كبير في ترويج البزنس مالك هذا؟ السوشيال ميديا يفتح لك بيوت. السوشيال ميديا بأي بروجكت كان لو تبيع بطول ماي ولكن تديره بطريقة الصح وتكون يعني عندك كريتيف في الفكر. حلو. وتقدر المادة اللي بين يدك ممكن تسويها ذهب. حلو. فاحنا يعني مجال انا قاعد اشوفك ما شاء الله تستثمر فيها الحمد لله وانا يعني قاعد يعني اتعامل مع الشغل كأكثر بروفيشنال يعني انا اتمتع ودائما اقول الكلمة ما احب ينقال عن شغلي انه فندقه والتدريب. الحمد لله انا ترى الفتره الجايه راح اوقف هذا الشغل. انا توجيه الفتره الجايه على البريد المالين والحمد لله عندي يعني يعتبرون هاي كواليتي على مستوى العالم تشامبيون بلود. عندي بريد الفتره الجايه اللي هو الجيرمن شوبرت ام اكس وابو اكس موجودين راح ننتج اخوانا ان شاء الله. عندي اخت اكس قاعد ادور لها ناثيه لا ما لقيت لها ناثيه بس ان شاء الله قريب. عندنا انتاجات الجاك راسل البودل الفرنش جاك راسل انا لي واحد طبعا حاضر شفت ايش رايك فيهم انا مخيل على مقلب حب هذا اللي عليها قلب لا لا هذا على حكي وايد هذيل كم سعرهم احمد صدق والله ودي اعرف الجاك راسل يعني الجاك راسل خلينا نقول ما له شعبيه حيل ادري بس انا يوم شفته حدي حبيته يعني شوف برا الكويت احنا نتكلم فوق ال 500 طبيعي تشتري 500 دينار 600 دينار قيمته برا 2000 دولار 2500 يوصل 3000 دولار 5000 دولار عادي. بالكويت قليل اللي يعرفون مثلا ميزه هذا الكلب جيناته شخصيته قوته
جماليته. كم سعره يعني بالكويت؟ يعني يبدي يقول من 250 350 400. أنا ما شاء الله عندي ثلاثة انثاي لأن قاعد أنتج منهم جاك راسل لأن أنا حافهم مو ضرر إنه ينباعون. وأنا ترى عندي شغلة بتغي، أنا ما عندي بس إنه والله أنا عرضت الكلب تي تشتري ما أرتاح لك، ما أعطيك الكلب لو تم تعطيني عليه. وسويت ترى هذا الشيء وايد أنا، وبنفس الوقت أنا أعطي كلاب تبني وأعطي كلاب هاي كواليتي تبني، بسبت ممكن قلت لك صير عندي زحمة بالمكان كلاب أشخاص يعطوني كلابها تبني، ولا صارت لها ظروف مو كل كلب قلت لك إنه يتقبله، بس إنه قبل أسلمك الكلب لا أنا أسوي يعني عندي بدي لانجوج صار وياي حصل معي فعلا بالضبط. إنزين احنا وايد تكلمنا في الانجازات والاخر، لكن لا يمكن لاي شخص ان يكون في هذا النجاح من غير صعوبات ومن غير عقوبات عدل ومن غير على قولتهم عقبات. صحيح امشور ان انت عندك في صعوبات وفي اوبستكلز وفي عقبات، لا تسولف عن العقبات كثر ما تسولف لي عن حلولها. بالضبط يعني انا دائما اقول ابو تقي المشاكل وايد بكل مجال ما تخلص. انت اي مره تخلص. وانا واحد من الناس ما احب اسولف، اقعد ويا شخص يسولف لي بس عن المشاكل. لا تسولف لي عن المشاكل، سولف لي عن حلول المشاكل. حل. نورني. بالعكس انت يوم تسولف ممكن هني اساعدك حق حل المشكله. حل. بس يوم تسولف مشكله 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 تتعب. تسولف مجال الكلاب ما يخلص ما يخلص نهائيا. فابسط حل وافضل حل يحلنا وايد مشاكل يعني على قولتهم براس القانون باسم القانون إشهار نادي خاص حق الكلاب، إشهار نادي معترف فيه من الحكومة، إشهار النادي هذا نادي ما يخدمني يعني نفس نادي أنا. مثلا يعني نفس الأندية اللي موجودة نفس نادي الصيد الفروسية مو نفس نادي نفس نادي الصيد الفروسية يعتبر نادي نادي الحمام في نادي للحلال الخرفان، هذه النوادي مدعومة من الدولة، مدعومة من الدولة من ناحية الأراضي. أنا أسلمك الأرض طول ما أنت مهتم حق هذه الشغلة، وأنا بالنهاية هذا النادي يعني ما يخدمني كصاحب كلاب، يخدم اللي ما عنده كلب أكثر يعني من الأمور. يعني الحين إذا صار في نادي راح يصير ما فيها ذيلة الكلاب الضالة؟ وايد أمور يحلها لك النادي. النادي اللي أنا بالنهاية شنو فكرة النادي أبو تغي؟ النادي قبل إشهارة يرسمون مجموعة الأعضاء اللي اتفقوا على النادي، يحطوا لك قوانين، مجموعة قوانين خطة شاملة من ناحية المحلات، المستشفيات البيطرية. للأسف استغلال بعض المستشفيات، يعني أنا شخص عال كلبي الحين ممكن يكلفني علاجي عندي 10 دنانير 20 دينار، ولكن وديت المستشفى يمكن يطلب مني 300 200 500 دينار. حصل مو صحيح هذا الكلام، ولكن المستشفى ما عنده جهة يعني رقابية عليه، ما في قانون يثبته. الكلاب الضالة، الكلاب الضالة هاي المشكلة موجودة بكل دول العالم، ولكن كل دول العالم تواجه هذه المشكلة بقوانين واضحة. قوانين يعني شلون أوضحها لك؟ قوانين واضحة، حط لي قانون. أنت كدولة أساس تدعمين هذا المجال لازم يكون في نادي. النادي أقل شيء راح يوفرون أراضي حق هذه الهواية، أراضي حق المشاكل اللي عندنا إياها، كلاب الضالة، كلاب التبني، كلاب اللي بالشارع، غيرها من أمور. حط ضوابط. بأمريكا مثلا مجال التبني مفتوح ولكن في قوانين. صحيح. أنا حط لك الكلب في مكان مخصص قاعد يتغذى الكلب يأكل، ولكن مو الشخص يقعد يصرف عليه. ما راح ألحق، أنا أبي أنقذ كل الكلاب الموجودة بالشارع، ولكن من وين؟ مدعوم من الدولة؟ بندعم إيش كثر ولا مدعوم الأشخاص؟ أنا أدعم الملاذ. تخيل من هي الجهة المسؤولة عن هذا الجمعية؟ الجهة المسؤولة تكون يعني ما نبي احنا نتكلم عن الحكومة وما هم فاضي، ولكن كوزارة الشؤون هي الجهة المخولة. أوكي. انا مثلا ممكن تحتضن هذا تحتضننا احنا، تسمع منا. بنهاية عندنا هيئة شباب رياضة ممكن تسمع منا، اللجنة الأولمبية ممكن تسمع منا. بالنهاية ترى اقول لك شغلة، الشباب قاعد يشاركون بطولات خارجية يعني قاعد يرفعون اسم الكويت، وهذه تعتبر رياضة. انت يوم تجهز كلبك وتشارك في بطولة العالم وترفع فيه اسم الكويت، بالنهاية قاعد يصير مجهود شخصي، لان الناس سووا يعني هم اللي تبعوا على نفسهم، خدموا جهاز مدوماتهم، تذاكر السفر، غير المصاريف تجهيز الكلب، هذه كلها امور مكلفة. ولكن تخيل انت مدعوم من الدولة، شوف الشباب شلون يبدعون، الشباب يبون الفرصة. فهذه من الهوايات تحتاج ان الحكومة او جهة من الحكومة تعطينا فرصة فيها. الدعم بالنهاية يكون الدعم النادي، النادي يسن القوانين، القوانين يقدمها حق وزارة الشؤون، يوافقون على النادي، يشهرونه. هالقوانين تخيل تروح مجلس الأمة، مجلس الأمة يسنها بقانون ويردها مرة ثانية. باكر مشاكل بالشارع، كلاب الضالة انت حاط لهم حل بالقانون،
ما حد يختلف عليه. مشاكل الكلاب اللي بالفرجان ولا الجيران ولا الكلب ينابح قاعد يضايق فريج كامل ما له حق. الفيديوهات للاسف اللي قاعدين نشوفها اللي قاعد تنتشر اللي يهد كلب على واحد ولا يهد كلب على عامل، هالعقليات المريضه موجوده كل مكان بوتقي مو بس بالكويت. صحيح. ولكن حط لي قانون، حط لي قانون. انا واحد من الاشخاص اقول لك سالفه ولا اربع مرات يدقون علي المخافر ويمكن من ربعي وبداه تعال في كلب والله موجود عندنا شنو مشكلته افتلت على واحد رعية نحاس قصص وايد. حتى الشرطة ساعات ينحرجون تعال يبغى شكوى على الكلب اخذ الكلب. زين ريال ما هو مختص تعال اخذ الكلب شلون تعال اخذ الكلب ما يصير يعني. طيب هل صار في يعني هل كان في محاولات سابقة ان انتم تحاولون تشوفون النادي؟ انا اعتبر بالنهايه سنه اولى بالنسبه حق ما شاء الله النخبه الموجوده بالمجال قبلي والاشخاص الموجودين بالمجال قبلي، ولكن بالنهايه الواحد يسعى. انا من احلام اللي اشوفها ومن الاشياء اللي يعني بسعى لها وان شاء الله اني اكون سبب فيها ان نشهر نفس هذا النادي. احنا ما نبي شيء ثاني ولكن نحتاج قوانين. انا كمدرسه التدريب افرض عليه قانون، افرض عليه قانون انت دش عندك الكلب بناء على 1 2 3 4 5. احنا للحين بتغي صار لنا تقريبا سنه ونص حبيه تجيب لي كلبك تدريب تاخذه. انا قاعد ابتلش الكل يحمي نفسه من مدارس تدريب قلت لك من المحلات البيع العلف غيره. في قوانين اساسا لازم تنحط من الدوله وهم قلت لك هذا نفس النادي يخدم الاشخاص اللي ما عندهم كلاب اكثر من الاشخاص الهاوين. طول ما انت شريت كلب او خذيت كلب انت عارف يبا. انا قلت لك ساعه شغله بتغي الكلب ما يختلف عن السلاح، السلاح اذا بغيت تاخذه روح تروح تقدم له ترخيص طبيعي. ليش؟ نعم. بيشوفونك انت سوي فيك فيك فيك. طيب الكلب العم السلاح الكلب صحيح. الكلب انا هده على 10 يذبحهم في فصائل وايد خطره جدا صحيح. وللاسف هالفصائل ممكن تطبع عند اشخاص خطا فيستخدمون استخدام خطا ممكن يسبب مصايب. انا مره في احدى المحلات المشهوره في الكويت يعني مودي كان عندي امريكان كيتا وما شاء الله حجمه كبير حتى اسمه هانكوك. فكانوا قاعد يسوون له شاور وشي وهذا كله فانا كنت واقف برا يعني. هذا الموضوع حدث معي شخصيا انا مو احد قال لي. فياني ولد معاه اكيته بس قصير شي صغير شو هذا فوقف يمي والكلب ما كان عليه مزل. فانا اي اسيومد افترضت ان هذا مثلي مربي الكلب ماله وديسيبلين وكذي لانه واقف بدون مزل وواقف يمه الكلب عادي. فقاعد يسالني عن الكلب اللي شلون حجمه كذي شلون كذي وقاعد يسال اسئله عاديه. أنا لا شعوريا ما حسيت يعني بنفسي حطيت إيدي على رأس كلبة مسحت عليه نتفني الكلب عض فخذي عض حشاك ظهري ورا مني عض كوعي إيدي نتفني الكلب ورعية ولا يعرف يدري شو السالفة ولا. ويوم سألت رعية قال أنا شاري عود وما أعرف للحين شون مطلع أنت من غير مازل زين ليش أنا قصدي هذه مسؤولية على صاحب الكلب. أنا أيضا هم في قصة ثانية صديقي محامي كويتي أعرفه شخصيا كان عنده أكيدة بعد وهجم على بنت نتف ويها بنية جميلة ما شاء الله وتكفل فيها صديقي وودوها فرنسا أذكر عملية تجميل بسبب أن غلطة يعني للأسف من صاحب الكلب ما كان حاسب حسابها. أعتقد أن امتلاك هذه الحيوانات الأليفة المفروض مسؤولية من مسؤولياتنا تجاه المجتمع. وجود جمعية أعتقد حل جدا جذري وأتمنى إن شاء الله يتحقق هذا الحل يا رب. وسعيد جدا في لقائك. أنا سعيد بلقائك مشكور على هذه الفرصة الطيبة والله يا أبو تغي. وأنت رد أقولك أنت غني عن التعريف يا أبو تغي. أنت داعم للشباب واسمك حبيبي. يعني قبل هالسوشيال ميديا اسمك كان ترند بزمن ما كان فيه يعني هالأمور صحيح. وترند بالعكس بس لما تحب شيء مواقفك أمانة إيه. لا لما تحب شيء أعتقد تبدع فيه مهما كان. أنا دائما أقول يعني أنا أقول حق ربعي أقول حق عيالي أقول لهم صدقني لو تحب تخبز خبز راح تصير أنت مشهور في أحسن وألطف وأقوى خباز في العالم. ما له علاقة في التصوير في تربية الكلاب في السيارات. أنا أحب السيارات وايد وصلت العالمية الحمد لله رب العالمين وفريقي كان مشهور في أمريكا بعد. فأنا أعتقد الباشن is behind everything. الحب هو وراء كل شيء. والله تكلم ما شاء الله اللي شوف هالستوديو فلوس فيك فلوس دامين فلوس هذا لا لا إله إلا الله لا ما شاء الله. وبالعكس أنا آمر في الشباب اللي فيهم طاقة زايدة أحبهم لأن أنا ممكن الأشخاص فيني طاقة زايدة. أحنا أحب ترجمها بشغل. إحنا اليوم ما قعدنا نتكلم مع بعض
إلا لم إلا بسبب واحد، إن إحنا نتشارك في الكثير. واحد من الأشياء الأساسية اللي إحنا نتشارك فيها إن أنت تحب اللي قاعد تسوي وأنا أحب اللي قاعد تسوي. صحيح. ألف شكر أحمد. أنت المسؤول. يعطيك العافية. الله يجزاك. ونشوفك عن قريب إن شاء الله. حبيبي.